طبعا رجعنا مثلا بالنسبه للاحزاب السياسيه، رجعت تقريبا الى مرحله ما قبل كوفيد هي 33%، برلمان باقي النسبه لا باس بها. هذه السنه تنقدموا نتائج ديال تقرير الثقه في المؤسسات النسخه الرابعه، في مجموعة من النتائج المهمة. أهم نتيجة فيما يخص الثقة السياسية هي تراجع الثقة في المؤسسات السياسية المنتخبة، لا سيما الأحزاب والبرلمان والحكومة. تراجع الثقة في الحكومة من 69% في السنة الماضية، يعني في غضون سنة تراجعت من 69% إلى 43%، يعني حوالي 25 نقطة خسرتها الحكومة في هاد السنة. ورجعنا لمرحلة ما قبل كوفيد، الأحزاب السياسية والبرلمان نفس الملاحظات تقريبا. غادي الى شفتوا في التقرير تلقاو بانه مثلا رجعنا لفتره ما قبل كوفيد، وهذه مساله مهمه. التفسير ديالنا لهذا التراجع اساسا هو الوضع الاقتصادي، يعني غلاء المعيشه والجفاف والتضخم، واللي هو ايضا عبروا عليه المواطنين من خلال اعتبار 70% من المواطنين بانه الوضع الاقتصادي في المغرب صعب وغير راضين عن الوضع الاقتصادي في المغرب. وتنظن ايضا مرتبط بالتواصل الحكومي اللي كان ضعيف هذه الفتره، يعني ما شهدناش تواصل حكومي يعني كافي لاقناع المواطن والشرح ديال الوضعيه. وطبعا الالتزامات اللي تقدمت في الفتره الانتخابيه، المواطن تينتظر انها تسلم الان، ويبدو انها تاخرت. الدراسه الاهميه ديالها انها تكمن في انها تعطي لنا واحد الصوره سنويه كل سنه، بحال تمشي عند الطبيب تيقول لك شنو الوضعيه السياسيه. فهذه الدراسات تعطي لنا كل سنه تشخيص للوضع وثقه المواطنين في المؤسسات. فمع الوقت تيظهر لنا بانه كاين بعض المؤسسات تيبقى فيهم ثقه ثابته، وهذه مساله مهمه، في حين انه بعض المؤسسات الاخرى تنخفض وترتفع حسب الوضع السياسي. وهذا تيساعد ايضا صانع القرار باش انه يعرف فين كاين الخلل وكيفاش يصلحه. يتعلق الامر بالنسخه الرابعه من تقرير مؤشر الثقه في المؤسسات الذي ينجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات. بطبيعة الحال أصبح تقليد سنوي في المغرب، ويتابع هذا التقرير درجة الثقة في المؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية ومختلف المؤسسات في المغرب. الذي لاحظنا هذه السنة هو تراجع معدلات الثقة السياسية مقارنة بنتائج سنة 2020 و2021 و2022، وهذا في نظرنا يعود إلى عامل مهم وهو المتعلق بالرضا عن الأداء الاقتصادي للبلاد. لاحظنا أن التدمر من الوضع الاقتصادي ارتفع، بالتالي فهذا يفسر لماذا تم أو لماذا سجل تراجع في الثقة في مؤسسات خصوصا الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية. هذا يمكن تفسيره لأن هذه السنة شهدت معدلات تضخم مرتفعة، ثم أيضا معدلات بطالة مرتفعة. في نفس الوقت انحصر أداء النشاط الاقتصادي لأن الموجة التضخمية عالمية، ولأن أيضا تداعيات كوفيد على الأداء أو النشاط الاقتصادي يعني قوية جدا. يحمل هذا التقرير وتحمل هذه النتائج رسالة لصانع القرار السياسي وللفاعلين، عليهم الاشتغال والقيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الثقة مع المواطن. أظن بأن هذه أبرز خلاصة يمكن الخروج بها من نتائج هذه السنة. شكرا جزيلا. مرحبا.